ريبلاي نحكي عن المدرب التونسي الأسعد جردة بعد إقالته البارح من تدريب الرجاء البيضاوي والاتفاق بتراري وما أعرف شنو بالضبط. على كل حال ناخذ أكثر تفاصيل من عن الموضوع هذا معنا بالتليفون. حابين ناخذ شنو رأي الشارع المغربي خاصة منه جمهور الرجاء البيضاوي، بتبيع جمهور كبير للرجاء البيضاوي، شنو أيضا ردود أفعال الصحافة المغربية بعد الإقالة هذه. على ذلك موجود معنا بالتليفون زميلنا الإعلامي حمزة شتيوي من موقع هيسبورت. حمزة أهلا بك. أهلا بك أخي العزيز، أهلا كذلك بكل مستمعي ومتابعي منبركم الجميل. سعيد جدا تدخلك معنا حمزة. الساعة شنو أحوالك؟ ما عادش تفهم تونسي ولا؟ لا نفهم تفهم لاباس. شنو أمور المغرب متاعنا أكيد أصدقائنا وشقائنا في المغرب، شنو أموركم أنتم لاباس؟ اكيد الحمد لله الامور جيده جدا مع رفع حظر التجوال هنا في المغرب، والامور صارت ترجع الحياه بشكل تدريجي. الحمد لله الامور جيده، وكذلك نهايه الاسبوع اكيد في مباراه وديه بين قدماء الترجي التونسي وقدماء الرجاء، وهي مناسبه من خلال من بركم نقول مرحبا لاعبين التونس، ومرحبا كذلك بالزملاء الاعلاميين الذين سيحطون الرحال هنا بالمغرب. اكيد كان معنا طارق العبدلي اللاعب السابق الترجي، كنا نحكيه على الموضوع. تحولوا تقريبا في الطياره مجدين حاليا للوفد التونسي، ان شاء الله تكون مقابله في قيمه الاشقاء التوانسه واكيد والمغاربه وبلد واحد تقريبا. نحن ان شاء الله نشوفوا مقابله تمام. ممتازه بين زوز فرق من اعرق الفرق في افريقيا. أكيد مباراة كبيرة، وهذه بادرة جيدة وبادرة طيبة أكيد ننوه بها، ونتمنى هذه الأمور أن تتكرر بشكل كبير. نتحدث عن لاعبين سابقين قدموا شيء كبير سواء لفريق الرجاء الرياضي ولفريق الرياضي التونسي، كما تفضل زميلي العزيز جوج الأندية من كبار القوم إن صح التعبير في القارة السمراء وعلى المستوى العربي ككل، وبتنسيق من لاعب نحبوه برشا في تونس وتحبوه أنتم أكيد بزاف كما تقولوا في المغرب، هشام أبو شروان. اكيد هشام المحبوب الجماهير سواء هنا في المغرب او في تونس من خلال تجربته في الدوري التونسي كذلك في السعوديه، ولعب عبر القارات، وبالمناسبه ربما اللاعب الوحيد العربي اللي سجل في دوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا ودوري ابطال اوروبا. هشام ابو شروان اسم كبير كلاعب، وان شاء الله نتمنى ان يحقق نجاح اكبر كمدرب. اكيد ان شاء الله بالتوفيق ليه. دونك نحكيو شويه على موضوعنا. اكيد البارح كان انتقال لسعد جرده الشابي من مهامه في الرجاء البيضاوي. نتصور ما عادش هذا تقييم شخصي، الفريق حقق زوز القاب في وقت صعيب للرجاء البيضاوي، بطوله عربيه وكاس الكاف. كيفاش تقبلت؟ اولا نحب نعرف رايك انت الشخصي في الاقاله، هل هي في محلها ولا لا؟ وكيفاش تقبلت جماهير الرجاء وكذلك وسائل الاعلام في المغرب خبر الاقاله؟ اكيد نقول لك انه كنت يعني قبل ساعه مع سعد الشابي جرده في بيته هنا في الدار البيضاء. الرجل هو شخصيا يعني حتى نقول لك الصوره كيف هو لسعد حاليا، راضي جدا على النتائج التي حققها مع الرجاء. كما تقولون التونسي هز لقبين رفقة الفريق الأخضر، لقبين لقب إفريقي كأس الكونفدرالية، وفاز على فريق جزائري متمرد، كذلك كأس مع لقب كأس محمد السادس في الأندية الأبطال، وفاز على فريق عربي كبير. أكيد لسعد جردة كيف ما كان الحال وكيف ما كانت الظروف، اللغة الأرقامية التي تحتمل جدل في هذه الأمور أرقامه جيدة جدا، تقريبا 40 مباراة انهزم فقط في 5 مباريات، فيها واحدة بركلات الحظ الترجيحية من فريق كبير من قيمة الجيش الملكي. جال الرجاء في ظروف صعبة وصعبة جدا، ربما من الأصعب الظروف في تاريخ فريق الرجاء الرياضي، ومع ذلك أخرج سفينة النسور إلى بر الأمان. كيفما كان شخصيا كإعلام رياضي متابع لكل صغيرة وكبيرة في الشأن الكروي المغربي، يقول على سعد جردة تجربته كانت كبيرة، تجربة استثنائية. كنت كذلك قبل قليل مع معده البدني عمر بن يونس كذلك، أو بن نيس على ما أعتقد نسبه، قال كذلك عمر بن نيس قال كذلك في الحفل الواحد على أنها تجربة من أفضل تجاربه في المسار التدريبي. وهذه الأمور هذه التفاصيل وهذه هذا الوصف لا من الشابي ولا من عمر يؤكد على أن التجربة كانت استثنائية. أكيد أنا جات في ظروف خاصة، وللأسف لا لسعد شابي ولا عمر ما لعبوش أمام جماهير الرجاء العريضة جدا جدا اللي حرمتهم يعني جائحة كورونا من التواجد في المدرجات في الفترة الأخيرة. أنا حمزة نتابع تعليقات، شنو تكتب من تعليقات الأحباء خاصة في صفحات الأحباء على مواقع التواصل الاجتماعي وإلا حتى صفحات مواقع الإعلام وسائل الإعلام. شفت في من أغلب أحباء الرجاء معناها فما رضا، معناها يستغربوا حتى الديسيزيون هذا نتاع الإقالة. نكون صريح معك اخويا، شوف تقريبا بنفس الطريقه التي اقيل بها المدرب اللي قبله جمال السلامي كذلك كان حقق نتائج، ومع ذلك تمت اقالته، كذلك لسعد جرده شابي. فريق الرجاء على ما اعتقد
ربما هي من الاستثناءات، تجد مدرب توج بلقبين قاريين في طرق خاصة ومع ذلك تتم إيقاته بهذا الطريقة إن صح التعبير. لكن في نهاية المطاف أنا أتفهم إدارة الرجاء، أتفهم جمهور الرجاء، لأن جمهور الرجاء دائما يبحث عن الهوية، يبحث عن أن يشاهد فريقه يلعب كرة، يعني تيكي تاكا كما هي الهوية الفريق الأخضر من زمان، وأن يشاهد الأداء والنتيجة. فريق الرجاء عزيزي حتى أضع عكس الصورة وأضع المستمعين الكرام في الصورة، فريق الرجاء حتى وين فاز تقريبا بسلسلة مباريات مثلا 20-25 مباراة وما كانش راجع على فريقه، تجده دائما متخوف من إقصاء من ربع نهائي أو نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. فلهذا ذلك الطمع الكبير وتلك الرغبة، لأن جمهور الرجاء يشوف فريقه فريق لازم يفوز بدوري أبطال إفريقيا، يريد دائما أن تكون المجموعة جيدة. أعتقد كذلك ما الأمور اللي لعبت ربما ضد لسعد جردشابي هي الانتدابات، لأنه كان انتداب تقريبا 5 لاعبين أو 4 لاعبين، 3 أجانب ولا واحد فيهم لعب في التشكيلة الرسمية، ولا واحد فيهم أدى حتى الآن وإحنا مرت 10 جولات. فصارت ربما البعض يحمل المسؤولية. هو في الكواليس لما كنت معه اليوم قال لي على أنه هناك أمور ربما في الكواليس هو ما حبش يتحدث عليها، وكأنه ليس هو وحده من يتحمل مسؤولية هذه الانتدابات. لكن عموما أقول على أنه تجربته كانت استثنائية، ولسعد جردة اللي دخل الرجاء ليس هو لسعد جردة كاسم اللي خرج من الرجاء، أكيد صنع اسم كبير جدا، هو اسم وكذلك عنده فلسفة خاصة وصنع اسم أكبر وأكبر، وأكيد كبرى الأندية العربية قد تطلب ود لسعد جردة شابي في قادم الأسابيع أو قادم الأشهر. نفهم من المشكل مشكل أداء، معناها مش مشكل نتائج كان. لا هو مشكل أداء مش مشكل نتائج، لأنه قلت لك لسعد جردة شابي لعب 40 مباراة خسر فقط 5 مباريات تقريبا. حمزة تقريبا يفكرني باللي صار مع معين الشعباني في ترجي، الفريق كان يفوز بالمقابلات لكن ما فماش أداء. من نستغرب الحقيقة مادام فما نتائج سواء في ترجي ولا حتى في الرجاء، يعني الأداء حتى في العالم معناها قليل الفرق اللي تفرج. برشلونة أنت قلت تيكي تاكا، ما عادش فما تيكي تاكا برشلونة بخلاف يمكن ليفربول والمان سيتي، ما عادش ما فماش فرق برشا تفرج حتى في العالم. اكيد، وحتى بعض شوف جماهير الرجاء الرياضي جماهير غير عاديه، ولا جماهير الوداد في الدار البيضاء الناس تتنفس كره القدم، الناس تتابع المباريات حتى لو كان عندها شغل او عندها عمل تتابع مباريات الرجاء والوداد. ربما الكوتشينج اللي كان اقول على حسب ما نستقيه من الجماهير الخضراء، الكوتشينج اللي كان من المدرب لسعد شابي في بعض المباريات وضيع بعض النقاط على الخضر جعل يعني الانتقادات وجعل اصل الانتقادات ترتفع اكثر. لكن ما ننساوش على انه اليوم سعد جردة خارج اسوار الوزيت وهو مركب فريق الرجاء الرياضي، لكن هناك فئه كبيره وكبيره جدا ضد اقاله لسعد شابي. جاء رئيس جديد اللي هو انيس محفوظ، اخذ الفريق قبل اسبوعين تقريبا، لديه فلسفه خاصه، يشوف على انه ربما جلب اطار بلجيكي. اعتقد انه حتى المدرب البلجيكي الان صحيح له تاريخ كبير لكن ليست لديه نتائج. الكارثه الكبيره والكارثه العظمى وما نخشاها كمحبي للخير لفريق الرجاء الرياضي هو أن لا يبلي هذا المدرب البلجيكي البلاء الحسن، لأنه لسعد جردة كيف ما كان الحال هز ارفع يعني النيفو أو ارفع المستوى على المدرب اللي يجي بعده، لأنه خرج من الرجاء ومتوج بلقبين قاريين. إذا البلجيكي اليوم اللي دخل فريق الرجاء لازم على أنه يواصل على نفس النسق، يتوج بالألقاب، يقوم بانتدابات كبيرة تكون هيكل للنادي. اي شيء غير ذلك جماهير الرجاء ستتحسر، وهذا ما نتمناه على خروج لسعد جردة، وان كان يعني هو كذلك عليه مؤاخذات على الكوتشينج وكذلك على بعض الانتدابات. وكذلك نقطه انا اللي استغربت منها وسالته عليها وشخصيا انفاها لكن كل اكدها في الجماهير، هو انه ما تحكمش في مستودع الملابس بالشكل الصحيح، لانه صار بعض اللاعبين يشوفون نفسهم اكبر من النادي، بعض اللاعبين صار في لا اقول تخاذل وانما عدم جديه وعدم انضباط، كلها امور. هذا سؤالي كان التالي، صاروا لهم مشاكل في معناتها في حجرات الملابس مع بعض اللاعبين اللي يعتبروا نفسهم نجوم في فريق الرجاء، معناها مشاكل انضباط تقريبا سمعنا قبل مع سفيان الرحيمي قبل المغادره نتاعو مع عده اسماء ايضا ولا؟ اكيد. شوف خويا حتى نوضعك في الصوره من قلب الرجاء، الرجاء اليوم ليس فيها نجوم، لانه من يعرف الرجاء ومن يعرف قيمه الرجاء ومن يعرف اللاعبين الذين دافعوا عن قميص الرجاء في السنوات الماضيه يعلم من هم الرجاء الحقيقيون. صحيح هناك لاعبين متميزين، نتحدث مثلا عن محسن متولي، عبد الاله الحفيظي، سفيان رحيمي من قبل، لكن ليس هناك نجوم حاليين في الرجاء، لانه نجوم الرجاء نتحدث عن اسماء كبيره جدا، عن مصطفى مستودع، عن مصطفى خليف، عن رضوان الحيمر، عن هشام ابو شروان، عن ابو شعيب المباركي، عبد الاله فهمي، هذه الاسماء الكبيره النجوم الذين كانوا يصلون ويجرون في افريقيا. اعتقد على انه كل ما في الامر
هو أنه هناك تسيب، البعض صار يرى نفسه أكبر من النادي. أعتقد على أن سعد جرد الشابي لم يتحكم في هذا الأمر، وكذلك من المعطيات التي لعبت ضده في هذه التجربة التي كيفما كان الحال كانت ناجحة وناجحة جدا لهذا المدرب التونسي الذي أخذ تكوين مميز جدا في الديار النمساوي، خاصة واللي أكدها اللي كنت قل فيه طبعا معناتها ما عندوش إفكتيف ورصيد بشري ثري جدا معناها. ربما أنا قلتها له بالحرف الواحد، وأنا متابع كذلك لفريق الرجاء الرياضي، ربما لسعد جردة لعب بالفكتيف اللي كان عنده هذا الموسم أو الموسم الماضي، ربما فكتيف متوسط بالنظر للفكتيف اللي كان عند الرجاء أيام التألق، لأن الرجاء لما كان تصول وتجول في القارة السمراء، والرجاء لما كان الفريق يقدم بالأداء والنتيجة كانت لديه أسماء كبيرة وكبيرة جدا. صدقني شوف في عز فريق الرجاء الرياضي هناك أسماء جاءت لاختبارات فريق الرجاء وما لعبته، ذهبت إلى الدوري الفرنسي ولعبت بشكل رسمي. هنا نأكد على أنه نجوم الرجاء في التسعينات أو في نهاية التسعينات كانوا نجوم بمعايير خاصة، انضباط تكتيك بدنيا تقنيا مهاريا، كلها أمور كانت تجعل نجوم الرجاء استثنائيين. اليوم هناك نجوم ولكن ليس بنفس القيمة، هناك لاعبين مميزين لكن شخصيا لا ارى على انهم، لا اقول يستحقون لقب نجوم لكن ليسوا نجوم بكل صراحه، بحق بلغه الارقام، ولانه انت تعرف النجم لما تقول نجم في كره القدم اكيد انت تتحدث عن لاعب يصنع الفارق ولو يلعب فقط ربع ساعه. اكيد. شكرا لك، يعطيك الصحه على كل هذه التفاصيل زميلي حمزه، على تدخلك معنا فتنا اكيد برشا تفاصيل برشا جزئيات حول موضوع اقاله سعد جابر. شكرا. شكرا اخوي، شكرا. دونك الاخبار بعد شويه تجيكم مع صفيه وبعد مكملين في فريق